بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلامذة الأولى بكالوريا. مرحبا بكم في دروس في دروس اللغة الفرنسية الموحد الجهوي. دونك أولى دروس اللي غادي نبداو بهم إن شاء الله هما لي فيغور دو ستيل، أو لا أساليب الكتابة اللي كيستعملوها الشعراء والكتاب، اللي كتكون واحد الكتابة اللي شوية بليغة. دونك فيما يخص هاد لي فيغور، دونك فيما يخص الدرس، علاش بدينا بلي فيغور دو سيل بالضبط؟ دونك فالجهاوي نتوما مقبلين على قراءة ثلاثة ديال القصص، دونك لي هما بالنسبة لكم لا بواطا ميرفي ديال أحمد الصفريوي، أن إكخيفا ماروكان، بوي أنتيغون ديال جون أنوي، puis la troisième la le troisième œuvre هو ديال فيكتور هيوغو لو dernier jour d'un condamné. دونك كما كنعرفوا الكتابات خصوصا مثلا ديال فيكتور هيوغو ولا ديال حتى ديال احمد الصفريوي، فهي كتابات هما قصص اللي هما مليئين بالاساليب البلاغيه. دونك هادشي علاش في هاد هاد لو كور هذا جي بريفيري دو كومونسي افيك لي فيغور دو سيل. Donc pour vous donner un outil pour lire, pour faciliter la lecture de les romans. Donc je vais vous montrer comment les romans. Donc je vais vous montrer les figures de style. Donc les figures de style. Donc les figures de style, c'est un effet recherché par l'écrivain pour interpeller l'imagination du lecteur. Donc je vais vous montrer ça. Un produit. واحد المنتوج عطاه لينا ان اكريفان، واحد الكاتب هو في هذا المنتوج ديالو اللي كيعطي، وكيبغيك تستعمل انت ليماجيناسيون ديالك. داكشي علاش قلنا دونك سي ان افي روشيرشي، هو كيقلب على واحد الفعل بور انتربولي ليماجيناسيون دو ليكتور، باش يشوف هذيك المخيله ديالك، باش يحرك المخيله ديالك. وكذلك هاد لي فيغور دو ستيل فاحنا كنستعملوهم يوميا 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 في الحياه، في الحياه ديالنا، في الهضره ديالنا. حنا راه كنستعملو لي فيغور دو ستيل، واخا كنهضروا بالعربيه كنستعملوا لي فيغور دو ستيل غير ما كنردوا ليهمش البال. وحنا من بعد غادي نعطيكم بعض الامثله من اللي كنستعمل يوميا باش نقدروا نفهموا لي فيغور دو ستيل. هاد لي فيغور دو ستيل il faut connaître qu'il se divise catégorie. دونك كاين لي فيغور دانالوجي، تلاحظوا معايا هنايا لي فيغور دانالوجي، لي فيغور دو ستيل فيهم سبعه ديال لي جون، سبعه ديال سبعه ديال لي كاتيجوري ولا سبعه ديال الانواع. كاين لي فيغور دانالوجي، les procédés sonores, donc les figures d'atténuation, les figures syntaxiques, les figures d'amplification, les figures d'insistance, les figures de substitution, les figures d'opposition. Donc on met ça. Donc كل فيغور اذا فهمتها، دونك من بعد ما غاديش يبقي سهل عليا لي فيغور دو سيل باش نقدر نتعرف عليهم في ان تيكست. داكور، دونك بور كومونسي في هاد لا سيونس هادي اون فا فوار لي فيغور d'analogie. Certains figures de style, je ne vais pas les expliquer. Donc, bah, des figures de style, il y a des choses à faire parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc, il y a des choses à faire. Donc, il y a des figures, l'utilité de l'homme. Et même qu'est-ce qu'on fait, on met le balar à l'héritage à la bzaf, ou les qui connaissent qui s'aiment leur clé, il fait qu'ils aiment basé, il y a des choses à faire, je me rends compte qu'on se programme. دونك بالنسبه لكم انا غادي نركز على لي فيغور دو سيل اللي كتقراو في البروغرام اللي هما انتريسون ولا اللي كيتحطوا في في الجهاوي. دونك هنا غادي نبداو اليوم ان شاء الله بلي فيغور دانالوجي. دونك شنو هما لي فيغور دانالوجي؟ هما دي فيغور فاش كنسمع انالوجي شنو هو المعنى ديال انالوجي؟ تشبيه او لا المماثله. كي في الانالوجي دونك غادي يكون عندي دو شوز، غادي يكون عندي ان كومباري باغ اكزومبل et un comparant. Et je dis le voyage, je l'ai dit, comparé, ou le mokarin, ou le comparant. Donc, on dit le mokarin ou le mokarin. Donc, je dis le voyage, je l'ai dit, c'est vrai. Ou le libinat, c'est un chassiyat mouchtaraka. Donc, on va voir les figures d'analogie, inchallah, les figures d'analogie, il y a quatre axes, qu'il y a l'allégorie, qu'il y a la personnification, qu'il y a la comparaison ou qu'il y a la métaphore. Ils sont très très intéressants, les figures d'analogie, elles sont très utilisées dans le programme, Donc, la première figure d'analogie, il y a l'allégorie. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une figure de style qui consiste à représenter de façon imaginée
Donc imaginez, en le matérialisant, une idée abstraite. Donc شنو كيكون عندي في الاليغوري؟ كتكون عندي اون ايدي ابستريت، شي حاجه يعني واحد الفكره اللي هي مبهمه. بحال نعطيكم كمثال، واش كنقولوا مثلا الموت؟ دونك الموت هي واحد الفكره فلسفيه، يعني واحد الفكره اللي هي مبهمه واللي الفلاسفه هضروا عليها بزاف. فاش كنقول العداله، متفقين؟ دونك شنو هي هذه؟ دونك كيل كونسيست كوا ان ريبريزونتي دو فاسون ايماجيني ايماجي باردون ايماجي يعني مصوره، يعني تعطي بواحد الطريقه، هي كتقدم ليها بواحد الطريقه مصوره ياك، ولا ماتيرياليزون اون ايدي ابستريت، يعني كتكون عندي واحد الفكره كنحاول ماتيرياليزي نردها بحال ماديه، نحاول نبينها يعني كنبسطها. اون في دونك ابيل او سامبول، دونك شنو علاش كنحاولو كنستعملو الرموز ولا الترميز، مسمى بالترميز. دونك عندي ان انسومبل دانديس غونفوا اون ايدي كوم لا جوستيس، دونك كنحاول نستعمل بعض الاشارات اللي ضمنيا انا كنفهم مثلا انهم كيهضروا لي على لا جوستيس، على العداله، او على لو طون، على الزمن، او على لا مور باغ اكزومبل الموت اكسيتيرا اكسيتيرا. Il peut faire appel à la personnification. La personnification qui me fait c'est une figure de style. Il peut faire appel à la personnification. Il est dans l'allégorie, c'est la personnification. D'accord? Exemple. Le temps mange la vie. Donc, le word sous le zemen mange, le verbe manger qui y a cool, la vie. D'accord? Donc, je nous donne le temps zemen. واش الزمن كياكل كياكل الحياه؟ دونك ما يمكنش. دونك هنا شنو درنا؟ دونك لو طون ماتيرياليزي بار ليماج، دونك هذاك لو طون ردينا بحال لا مادي، وردينا بحال واحد الصوره ديال واحد الوحش، دا مونستر كي ديفورس لا في دو لوم، سيتادير لو طون مونج لا في. شنو كنعنيو بها؟ كنعنيو بها هي ان الزمن اولا الوقت يعني كياكل من بنادم، قداش ما كبرتي في العمر، يعني قداش ما طول الحياه، قداش ما انت لا في ديالك كياكل منها، يعني كت بحال عندك واحد لا ديوري دو في، عندك واحد لا ديوري دو في، واحد العدد السنوات محدده تعيشو، الغد ليه كيتسمى كلا ليك النهار الاول نتينا غادي. دونك هنايا غادي جو في دوني دي زيكزامبل هنايا ديال لاليغوري. عندي مثلا باغ اكزومبل اون فام او زيو بوندي تونون اون بالونس، اون فام واحد المراه او زيو بوندي العينين ديالها درنا عليهم اون بوند يعني غطيناهم ما كتشوفش، تونون اون بالونس هازه اون بالونس، لا بالونس هو الميزان. دونك شكون هي هاد المرا؟ هادي بحال شي حجوجه، هي شي واحد المرا بعينيها مغمضين تونو اون بالونس. دونك حاولوا تفكروا شي شويه، لو ستاتيو دو لا ليبرتي، يعني اذا مشينا للولايات المتحده باش كنلقاو لو ستاتيو دو لا ليبرتي، هذا هو ستان ستاتيو ولكن كيرمز لشي حاجه، هو راه غير ستاتيو ولكن في المعنى ديالو كيرمز لواحد ليدي. داكور، عندي لا كولومب اي لو غامو دوليفيي، يعني خصنا واحد او اس تي. دونك لا كولومب اي لو غامو دوليفيي، دونك لا كولومب الناس تيتوني غادي يعرفوها، هي البالوما، هي الحمامه. لا كولومب اي لو غامو دوليفيي هي عرش الزيتون، اي لو غامو دوليفيي. دونك شنو كنديرو هنايا؟ دونك كنحاولو نلصقو واحد ليماج عندي في هذيك الجمله، كنعطي كنعطي دي زانديس اللي كيعنيو ليا شي حاجه. الا جينا اون فام او زيو بون دي تونو اون بالونس، فانا كنهضر على العداله. الا جينا لو ستاتيو دو لا ليبرتي، فانا كنهضر على الحريه، فالحريه هي سيتا سوني دي ابستريت، متفقين على الفكره اللي هي مبهم. لا كولومبي لو غامو دو لوفي هي رمزو، يعني لا كولومب هي رمز السلام، لو غامو دو لوفي دائما كيرمز للسلام، دونك هي دونك سيت لاليغوري دو لا بي. D'accord, très bien. Passons à la deuxième figure d'analogie qui est la personnification. Donc, c'est une figure de style qui consiste à évoquer un objet ou une idée ou une abstraction sous les traits d'un être humain. Quand je vois l'objet, je vais l'évoquer ou la figure. ولا واحد الابستراكسيون، وكنرجعها كنعطيها بعض المميزات اللي كيتوصف بهم الانسان. دونك لا بيرسونيفيكاسيون هي التشخيص، يعني اولا الشخصانه، دونك كاين شي حاجه كنحاول نردها بحال شي شخص، مثلا كنشد شي حاجه كنرد لها كنعطيها شي وصف ديال اللي كيكون عند الانسان. نعطي واحد المثال، لابيتود فوني مو بروندغ دون سي بغا،
comme un petit enfant, comme un petit enfant. L'habitude, il y a l'aide. Venez, j'aide, ou je l'aide, radia dji, me prendre dans ses bras. C'est znifidea. Les bras ont mal été. Donc, l'aide, c'est znifidea, comme un petit enfant. Bah, je dirais les sœurs. واش لابيتود غادي تهز بها؟ دونك شنو لابيتود ردينا حنا بحال لا اون فام ولا ان نوم اللي جا مثلا هزك في يديه. داكوغ، هنا عندي واحد الملاحظة. ونوت خاكول سيت فخاز كومبورت اوسي اون كومباريزون. دونك لا كومبار من بعد غادي نشوفو لا كومباريزون غادي نعرفو علاش، حيت عندي هنايا واحد كوم. داكوغ، دونك الا هدرنا غير على الشطر الاول، لابيتود فوني مو بخوندغ دون سي بغا، لابيتود جات هزاتني في يديها، دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون. دونك جو في دوني دي زيكزومبل. J'ai des fourmis dans mon épée. La deuxième phrase, l'arbre étend ses nombreux bras jusqu'au sol. J'ai des fourmis dans mon épée. Adam a zelan shiwet. L'épée, je n'ai pas l'épée, quoi. Donc, was safe. Oula romé. L'épée was safe. Donc, indi nmel safe. Oula safe qui nmel. Ça va bien. هادي شويه ما بينش في التعبير ديالها، غادي نحاول نعطي التعبير اللي كنستعملو حنايا مغربي. مثلا كتكون شي واحد تقولو شدني عليه يدي كياكلوني، صافي يعني يدي، يعني شنو هو المعنى ديالها؟ انا باغي نضارب، دونك جي دي فورمي دون مون ايبي، السيف ديالي فيه النمل، باغي نجبدو باغي نضرب به. فهمتي؟ لاغبغ ايطون سي نومبغو بغا جوسكو سول، الشجره طلقات يديها جوسكو سول حتى الارض. بين المعنى ديالها يعني تلقات الفروع ديالها حتى وصلوا للارض. دونك هنا عطيناها، دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون. قلنا لاربر تلقات يديها دو نومبرو سي نومبرو با برا، دونك تلقات اليدين ديالها جوسكو سول. متفقين؟ المعنى ديال جي دي فورمي دونك هنا سي جي بيان اونفي دو تيري مون ايبي، دونك عندي واحد لونفي باش نجبد هذاك السيف ديالي نتقاتل. وفي لاربر دونك ايسي اون كومبار امبليسيتمون لي برونش دو لاربر او بغا دان اتر هومان. دونك هنايا بدينا كنقارنو لي يعني لي برونش الفروع ديال الشجر او بغا دان اتر هومان. الي ا دونك بيرسونيفيكاسيون. تري بيان، دونك اون باس على تخوازيام تخوازيام فيغور دو سيل كي هي لا كومباريزون. دونك شنو هي لا كومباريزون؟ ركز عليها مزيان. لا كومباريزون إل كونسيست أ كوا؟ إل كونسيست أ رابخوشي أن كومباري أي أن كومبارون. عندنا أن كومباري واحد المقارن، و أن كومبارون واحد المقارن به. خصنا نقربوهم باغ لانترميديار، هادي مهمة، باغ لانترميديار دان كومباراتيف. خصنا نستعمل واحد الكومباراتيف، يعني بواسطة واحد الواسطة كنكومباري بها. سابيون سور لانالوجي. Ce procédé établi en parallèle entre deux réalités. Donc, juste dire, il y a quatre juste dire l'haqaïq. Donc, il y a. Donc, par exemple, la lune est comme une fossile d'or. Donc, la lune, il y a le comparé, ou le muqaran. Est comme, qu'est-ce que l'outil de comparaison? Une fossile d'or, qu'est-ce que le comparon? Donc, la lune, le ou le qamar. اي كوم بحال اون فوسيل دور، بحال واحد مستحثة من الذهب. دونك هادي هي لا كومباريزون، هادي كتسمى اون كومباريزون حيت استعملت معاها لوتيل دو كومباريزون. اللي غادي الاغلبية ديال الاساتذة ديالكم فهم غادي يهضرو لكم على لوتيل دو كومباريزون اللي هو كوم بوحدو. دونك غالبا الاغلبية ديال الاساتذة كيهضرو على كوم، كيقول لك رد البال لكوم. ولكن هاد لا فيغور دو ستيل ديال لا كومباريزون يقدر ما تجيش فيها كوم، يقدر يجيو دوطخ كومباراتيف. انا حطيتهم لكم هنايا، الفو لي نوطي بيان، خصكم تسجلوهم عندكم مزيان. اي كوم اي بلو غرون كو اي موان غرون كو، يعني اكبر من، حنا كنقارن كندير مقارنة. اي بلو غرون كو اكبر من، اي موان غرون كو اصغر من، ايل غوسومبل يشبهو، اي باغاي يعني يشبهو حتى هي، سومبل يماثلو، تيل حتى هي بالمعنى ديال يشبهو. اون دون دي زيكزومبل. جو مو سون كوم ان بواسون دو لو. جو مو سون، انا هو لو كومباري جو مو سون، احسو كوم يعني كا او لا مثل ان بواسون دو لو. دونك كنحس براسي بحال شي حوته في الماء. داكوغ، بحال انا استعملت لوتيل لوتيل دو كومباريزون. Il ressemble à un oiseau tombé du nid. Et là, c'est une comparaison.
le comparé هو il هذاك هو ressemble يشبه à un oiseau لاش كيشبه كيشبه on l'a comparé avec un oiseau le comparant هو l'oiseau tombé du nez du nid le nid هو العش ديال الطائر tel père tel fils tel tel père tel fils هادي بحال الاب بحال ولدو مثل الاب مثل ابنه متفقين نقول كيخرج كيشبه الاب مازال دونك tel père tel fils دونك الله يرضي عليكم واخا انا دابا كنحاول نتكلم يعني بالعربيه كنحاول نترجم لكم المصطلحات فحاولوا يكون عندكم واحد القلم في يديكم والمصطلحات تكون حتى انت تكون كتكتبهم يعني كتكتبهم عندك وكتحفظهم حيت مازال غادي تحتاجهم من بعد في الدروس ديالك نورمالمون راه خصنا نديرو لو كور اون فرونسي ولكن بما ان الكور موجه يعني الاغلبيه العاميه دونك عندنا مشاكل في الفرنسيه دونك كنحاول نديرو بالعربيه شويه وبالفرنسي شويه لو كاتريام يعني لا كاتريام فيغور دو ستيل هي لا ميتافور دونك لا ميتافور تردو البال راه بحالها بحال لا كومباريزون كاين بيناتهم غير واحد الفرق صغير il rapproche un comparé donc تاي عندنا واحد كومباري مقارن اي ان كومبارون مع واحد المقارن به son هي بدون son بدون كومباراتيف يعني داك لوتيل كومباراتيف كنحيدو تافقين كونتريرمون اون كومباريزون يعني على العكس ديال لا كومباريزون اون ديستينغ دو سورت دو ميتافور يعني جوج ديال الانواع ديال الميتافور كاينه ميتافور انونسي ولا ميتافور ديريكت هادو بالنسبه لكم ماشي يعني ماشي مشكل المهم هو نعرف لا ميتافور دون لا ميتافور انونسي لو كومباري اي بريزون شنو هو الفرق بيناتهم في لا ميتافور انونسي ميتافور مصرح بها هي المعنى ديال انونسي مصرح بها لو كومباري اي بريزون هذاك المقارن كيكون كاين عندي باين صافقين دونك شنو غادي يكون عندنا في لا ميتافور ديريكت لا ميتافور ديريكت هذاك لو كومباري ما غاديش يكون عندي دونك غادي يكون عندي شنو غادي يكون عندي غير واحد لو كومبارون واحد مقارن به ولكن كنفهم من الجمله كنفهم انا شنو شكون هو لو كومباري غنشوفوا امثله في لا ميتافور انونسي عندي لا لون اللي شفنا قبيلات قلنا قبيلات شفنا لا لون اي في لا كومباريزون شفنا لا لون اي كوم اون فوسيل دور يعني غادي نشوفوا لا لون اي زولنا هذيك كوم باش ترجع ميتافور une fossile d'or. On dit le comparé, on dit le comparant. Métaphore annoncée. La métaphore directe. Chauffe. Une fossile d'or illumine la nuit. Une fossile d'or, واحد المستحات ثمين الذهب, تضيء الليل. Donc شكون اللي كيضوي بالليل. Donc c'est normal, غادي تكون هي la lune. أنا فهمتها غير من الجملة كنقراها, donc je comprends que je parle de la lune. Donc je suis un derrière le comparant, le comparé making. D'accord. Donc je fais la métaphore annoncée ou la métaphore directe. La métaphore annoncée est assez proche de la comparaison, mais contrairement à ce qu'on trouve dans une comparaison, le type de comparaison comme n'existe pas. Donc la métaphore annoncée qui relie à la comparaison, ou elle est mais le type de comparaison. En général, là d'abord il faut me dire la métaphore. Lorsque le comparé est absent, enfin, chaque le comparé mais qui conge et qu'il ne reste plus que le comparant, la métaphore peut se transformer en une sorte de devinette ou en énigme. Il a maintenant chaque le comparé, chaque la métaphore que tu lis, pas là, une énigme, pas là, une lourde, ou là, une devinette, une légère, ce que tu sais, tu d'accord, ce que tu sais, tu sais, l'élément qu'on a trouvé, par exemple, une fossile d'or illumine la nuit. اللي قلنا شي دري صغير باغ اكزومبل يل دو ريبوندر سي لا لون تري بيان دونك فوالا حنا سالينا لي فيغور دو ستيل دانالوجي نتمنى انكم تكونوا يعني فهمتوا مزيان اللي ما فهمش يحاول يعاود الفيديو من الاول ويعاود يركز راه غادي تعاود الفيديو المره الاولى الثانيه الثالثه غادي تفهم مزيان هنا عندك دي سيري دي زيكزيرسيس دونك انا غادي تلقاهم هنايا في دونك غادي نخلي لكم هنايا في لا فيديو اللي بغا يوقف لا فيديو ها ليكزيرسيس الاولي سينون غادي يكونوا اون ايماج سور مون سيت ويب اللي هو بيداوي كونسلت ويبلي بوان كوم دونك غادي تجبروا هنايا لي زيكزيرسيس هنايا حاولوا تخدموا هاد ليكزيرسيس هذا دونك كاينين 15 الفيغور دو ستيل كلهم ديال الانالوجي يعني وحده من هاد الربعه الا فهمتي دونك خصك كل وحده من هادو خصك تجيب تعرف كل وحده فيهم واش ميتافور واش كومباريزون واش
لا ميتافور كومباريزون. دونك اذا قريتي مزيان التمارين، دونك اذا قريتي مزيان الدرس ديالك لعبتي الفيديو، الا ما فهمتيش عاود الفيديو مرات ومرات، دونك غادي تقدر تجاوب على هاد الاسئله هادو. دونك غادي تعرف، خاصك تعرف هنايا دو كلهم دي فيغور دانالوجي، دونك سوا غادي يكون ميتافور، سوا غادي يكون كومباريزون، سوا غادي يكون اليغوري، سوا غادي يكون لو كاتريام او بيان غادي يكون اون بيرسونيفيكاسيون. دونك فوالا كاين ان دوزيام اكزرسيس. و دونك عندي هنايا لي كاتر فيغور دانالوجي اللي شفنا مع لي زيكسبليكاسيون قدامهم. دونك حاول غولي بار اون ليني، دونك حاول تصل بيناتهم بواحد واحد لا فلاش ولا واحد لا لين، داكوغ. دونك تشوف لا كومباريزون فينال، لا ديفينيسيون، لا ليغوري اوسي، لا بيرسونيفيكاسيون اي لا ميتافور. ونتمنى ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. طبيعه الحال اللي ما فهمش شي حاجه ولا اللي باقي عنده شي لبس في شي حاجه، فها لي كونتاكت ديالي، اما يدخل عندي الواتساب او لا لو سيت يعني ولا الفيسبوك، مرحبا به. دونك جو بو اكسبليكي انكور اي انكور لي فيغور دو سيل دانالوجي. وشكرا جزيلا لكم، وما تنساوش حاولوا تابوناو في لاشين ديالي في يوتيوب، ما نساهاش، وتبارطاجيو هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وبيان سور ان كليك سور لو بوتون جيم. تبارك الله عليكم.